النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية مع العناوين. برعاية السيد الرئيس بشار الأسد، غدا انطلاق فعاليات مؤتمر التطوير التربوي في الجمهورية العربية السورية. هيئة التميز والإبداع مستمرة بقبول طلبات المشاركة في مسابقة الباحثين الشباب. مدرستان جديدتان في دير الزور لاستقبال الطلاب بعد إصلاح ما خربه الإرهاب فيهما. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. برعاية السيد الرئيس بشار الأسد، تنطلق غدا فعاليات مؤتمر التطوير التربوي في الجمهورية العربية السورية تحت عنوان رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن، والذي تقيمه وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري. أعلنت هيئة التميز والإبداع عن استمرار قبول طلبات المشاركة في مسابقة الباحثين الشباب التي خصصت لها جائزة سنوية باسم جائزة الدكتور فرقد الرمضاني لتبسيط العلوم 2020 حتى 15 من كانون الأول المقبل. وأشارت الهيئة إلى أن المسابقة تتضمن أعمالا علمية تشرح وتفسر بأساليب مبسطة مفاهيم من مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الباحثين الشباب على تقديم أبحاثهم العلمية في مجال تبسيط العلوم من خلال اختيار موضوع علمي يبدأ الباحث بشرح المفاهيم فيه دون افتراض معارف سابقة لدى القارئ، ليصل به إلى إدراك المفاهيم العميقة المستهدفة في دراسته، ويمكنه أن يضمن دراسته تطبيقات متقدمة. تطبيقا لحملة النظافة التي أطلقتها وزارة التربية حول النظافة الشخصية ونظافة المدرسة وتحت شعار نظافتي تحميني، نفذت مديرية تربية القنيطرة حملة نظافة وتوعية في مدارس شبعة والكسوة، شارك فيها طلاب وتلاميذ المدارس والمجتمع المحلي. وعلى الهامش وزع المشاركون بالحملة في شبعة سلل النظافة في الشوارع المحيطة بهم، وضعوا لوحات ومعبرة عن النظافة. وضعت مديرية التربية بدير الزور مدرستي ساطع الحصري وعاد الحاج هنيدي في حيي الحميدية والجبيلية المطهرين من رس الإرهاب في خدمة العملية التعليمية والتربوية بعد الانتهاء من تأهيلهما وإصلاح ما خربه الإرهاب فيهما. وذكر مدير التربية بدير الزور خليل حاج عبيد أن المدرستين دخلتا الخدمة هذا العام بعد أن تمت إعادة تأهيلهما وتزويدهما بجميع المستلزمات من مقاعد وكتب ووسائل تعليمية وكوادر تربوية، مبينا أن المديرية مستمرة في إعادة تأهيل المدارس المتضررة من الإرهاب، ويجري العمل حاليا على صيانة وتأهيل أكثر من 20 مدرسة في جميع أرجاء المحافظة تمهيدا لإدخالها في العملية التربوية. اللجنة الطبية في حماة تنظر بطلبات التحويل الصحي في التعليم المهني والتقني، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للتحويل 94 طالبا وطالبة. وليد سلطان والتقرير الآتي. إلى تعليمات وزارة التربية حول التحويل الصحي لطلاب التعليم المهني، درست اللجنة الطبية طلبات المتقدمين للتحويل الصحي فيما بين المهن، حيث اطلعت اللجنة على الحالات ومشاهدتها والموافقة على التحويل ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة وفق الأسس والمعايير التي وضعتها وزارة التربية. طبعا هذه الطلبات أو التحويل بين المهن لها أسس وأنظمة، طبعا يتم من خلالها دراسة الطلب عن طريق اللجنة المشكلة كما تشاهدون، ومن ثم يتم الموافقة على التحويل بين المهنة. طبعا بالنسبة لا يتم التحويل إلى المهنة ذات العلامة الأعلى، أما بالنسبة للتحويل العام يتم من خلال من المهني إلى العام يتم من خلال لجنة وزارية تشكل أصولا في وزارة التربية. يتم دراسة هذه الطلبات بعد تقديمهم من قبل الطالب الطلبة من أطباء
اختصاصيين والبت بهذه الأمور ضمن صلاحيات اللجنة الفرعية الموجودة في المحافظة. حاليا نعمل بلجنة طبية مع السيد مدير التربية والسيد معاون مدير التربية لدراسة طلبات الصحية تحويل الطلاب بين فروع الفني. فهناك طلاب عندهم بعض الإعاقات الحركية الذي لا يمكن أن يقوم بعمل مجهد. نقوم بدراسة هذا الطلب ودراسة تقاريره الطبية وثبوتياته المرضية ومن الممكن تحويله ضمن تعليمات الوزارية الناظمة. كما تم تحويل بعض الحالات إلى اللجنة الوزارية للنظر فيها وتحويل الطلاب حسب الوضع والحالة الصحية. طلع أنا نجارة بدي أنقل على التجارة بسبب أنه مفاصل عم توجعني كتير ما فيني وقف زيادة. أنه أنا طلع لي بالرغبة الأولى فنون جاي أنقل على التجارة بسبب عيوني التقرير الطبي. هلا أنا بدي أنتقل من فنون للتجارة لأن الفنون بيأثر علي الغبرة أنه الغبرة تأثر علي ما بحس أنه بتأثر على تجويفي. عشان هيك بدي أنتقل من فنون للتجارة. هلا شافوني لجنة الطبية عم يكتبوا لي تقرير أنه أنتقل من فنون على التجارة. لا بيقبلوني لما بيقبلوني ما بعرف. يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للتحويل الصحي بلغ 94 طالبا وطالبة. وللسلطان الفضائي التربوي سوريا حما. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة إيديغيا الروسية. أعلنت وزارة التعليم العالي عن عدد من المنح الدراسية المقدمة من جامعة إيديغيا الحكومية الروسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي الحالي. وأشارت الوزارة إلى أن المنح موجهة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي دورة 2019، مبينة أنها تشمل اختصاصات علوم الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وعلم النفس والتاريخ والحقوق واللغات الأجنبية والصحافة والرياضة والفنون والاقتصاد والسياحة وعلم الاجتماع. ووفق الإعلان يبدأ تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة يوم الأحد في 29 من الشهر الجاري حتى يوم الاثنين في 7 من الشهر القادم. أصدرت جامعة الفرات في دير الزور نتائج اختبارات اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير لمختلف الاختصاصات الجامعية. وذكر رئيس جامعة الفرات الدكتور راغب العلي الحسين أن عدد المسجلين باختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بلغ 132 طالبا وطالبة وتقدم منهم 128 طالبا بمختلف الاختصاصات. نشرتنا انتهت. هذا تذكير بالعناوين. برعاية السيد الرئيس بشار الأسد غدا انطلاق فعاليات مؤتمر التطوير التربوي في الجمهورية العربية السورية. هيئة التميز والإبداع مستمرة بقبول طلبات المشاركة في مسابقة الباحثين الشباب. مدرستان جديدتان في دير الزور لاستقبال الطلاب بعد إصلاح ما خربه الإرهاب فيهما. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقع وزارة التربية على الإنترنت. دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.